جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدي يؤذن لكنه يخطئ في الأذان وفي الإقامة، وقد نصحته كثيرا وحاولت تعليمه لكنه لم يستطع أن يغير ما هو عليه، ويقول دائما إنما الأعمال بالنيات، فما هو واجبنا نحوه جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يلحن في الأذان لحنا يحيل المعنى فإنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا ويستبدل بغيره. إذا كان الأذان ملحونا يعني فيه لحن يغير المعنى، أما إذا كان لحنه لا يغير المعنى فإنه إذا لم يستطع تعديله فأذانه صحيح، ولكن يستحب ويتأكد اختيار المؤذن الذي يقيم الأذان على الوجه المطلوب، هذا عند الاختيار والتعيين. أما بعد التعيين وبعد الاستمرار فإذا كان خطأه في الأذان يسيرا ولا يغير المعنى فإنه يستمر في أذانه والحمد لله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يغير المعنى فإنه يجب أن يستبدل بغيره. نعم.